احمد، تعرف شو صار؟ شو صار؟ والله هلا اجيت حطيت سيارتي دغري، اجوا من شان ينقلوا لمكان ثاني، قالوا هون ممنوع تحط سيارتك، كانت مخالفه 200 يورو. والله شو تشمت عليه؟ خرب بيتك، شو هاد؟ مشاهدينا الكرام، والله انا اسف تاخرنا شوي لانه اكلت مخالفه. يضحك عليه والله. ليكو عم يشبط عليه ليه؟ شو معناته؟ ist voller Schadenfreude، بالالماني بنقول ist voller Schadenfreude، يعني فريده السعاده، مثل ما بتعرفوا الشاden الضرر، يعني انا عندي ضرر او لازم ادفع مصاري والشخص الثاني يضحك عليه. ist voller، يعني مليء بشيء، voller Schadenfreude. او مثلا من بوك شبك يا زلمة؟ والله sei nicht so schadenfroh، يعني sei nicht so schadenfroh، لا تكون هيك، يعني تشمت عليه، ها sei nicht so schadenfroh، والله كارثة والله. ايه او مثلا شخص هي sie ist sehr schadenfroh، ايه والله ما بعرف شبك، ايه هذا هو خلص، يعني هذا ما عاد بدي بستان، يلا باي ان شاء الله.